سيدة تقول قد تكرر هذا السؤال من قبل أكثر من مرة، زوجها يضربها يهينها، ومرة كانت حامل وظل يضربها إلى أن نزفت، وكان متزوجها وهي منتقبة وألزمها برفع النقاب وهي لا ترتضيه لا دينا ولا خلقا، ورفعت قضية خلع لم يحكم فيها بعد، هل يجوز ترك البيت حتى انتهاء القضية؟ الجواب عن هذا يا رعاكم الله، الجواب عن هذا يا رعاكم الله، إني الأصل ملازمة المرأة لبيت الزوجية، لا تخرج منه خروج مغاضبة ولا خروج مفارقة ولو طلقها زوجها طلاقا رجعيا، تخرج الخروج العادي بالتفاهم مع زوجها والخروج العرفي ونحوه، أما أن تخرج مغاضبة منتقلة من بيت الزوجية إلى بيت أبويها خروج مفارقة لا ينبغي أن يحدث ولو بعد الطلاق الرجعي، لأن الله جل جلاله يقول واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك. لكن فيه استثناءات، تخرج منها المرأة من بيت الزوجية بغير إذن زوجها، لو حدث حريق في البيت تطلع طبعا، لو قطع طرق لو لصوص أي أمر طارئ يقتضي أن تخرج تخرج. ومن بين الأحوال الطارئة إذا كان زوجها يضيق عليها يضربها يهينها وعاية تروح إلى المحكمة ترفع دعوى خلع، طب زوجها لن يأذن لها أن تذهب لترفع دعوى ضد طبعا، هو لن يأذن لها، فهذه من الأحوال المستثناة، تخرج من بيت الزوجية لرفع دعوى للانتصاف منه أمام يعني القضاء أو للفرار من ضرره إذا استطال عليها ضربا وإيذاء وسبا وتقريعا، ولا سبيل إلى رفع هذا الضرر إلا أن تستجير بعد الله بأهلها وأن تستغيث بعد الله بزويها لتلجأ إليهم لينصفوها منه رسم يحبس تحكيم أو يفصل القضاء بينهما، فهذا من مواضع الاستثناء لرفع الضرر ما دام قد تعين سبيلا إلى رفعه وليس لها من سبيل إلى رفعه إلا هذا. بارك الله فيكم.